مشاهدينا. ننتقل الآن إلى الولايات المتحدة يا أسامة. صحيح. وطبعا ملف المحاكمات والانتخابات وما إلى ذلك. القاضي الذي يرأس المحكمة الجنائية لدونالد ترامب حذر في نيويورك من أنه سيودعه السجن إذا خالف مجددا قرارا قضائيا يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود وأعضاء هيئة المحلفين. أيضا كان القاضي خوان ميرشان فرض غرامة جديدة قدرها $1,000 على ترامب. لماذا؟ لانتهاكه أمرا أصدره يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود أو محلفين أو حتى موظفي المحكمة أو أقاربهم. صحيح يا رويا. على فكرة هذه هي المرة التاسعة التي يحذر فيها خوان ميرشان دونالد ترامب. غرمه أكثر من مرة حتى وصلت الغرامات كل مرة يغرمه $1,000. دفع حتى الآن يعني $9,000. صحيح. الغرامة شو $9,000؟ دي فكة يعني. لكن هو قال جملة مهمة بالأمس، قال له أنت يعني أنت مرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وربما تصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فلا يجوز أن يعني تودع السجن. ربما يعني هي رسالة منه. يعني بيحاول يقنعه أنه معلش تفضل عاقل أرجوكم تعملش مشاكل. طيب، في كل الأحوال ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، يركز عمل الحملات الانتخابية على ولايات بعينها هي بالطبع المعروف عنها أنها ولايات متأرجحة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. لعقود استبغت ولايات مثلا باللون الأحمر وأخرى باللون الأزرق، وهذه شبه مضمونة لكل مرشح. لهذا بات طبعا تركيز المرشحين في الحزب الجمهوري والديمقراطي ينصب بشكل كبير على 6 ولايات متأرجحة. قد تمثل هذه الولايات هي الورقة الرابحة في السباق الرئاسي. هذه الولايات هي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن. لكن يبدو يا رويا بأن هذه الولايات رقم 6 يلعب دور كبير. رقم 6 لا يمثل فقط الولايات المتأرجحة، بل حتى بات يطلق عليه الرقم السحري للانتخابات الأمريكية. بالفعل. ماذا لديك عن هذا الرقم السحري يا رويا؟ 6 لأنه بنحكي عن بالفعل يا أسامة 6% مشاهدينا من الناخبين في الولايات الست الحاسمة سيشكلون بالفعل الفارق بين الفائز والخاسر في الانتخابات الرئاسية القادمة. ففي الانتخابات الأخيرة فاز بايدن بتصويت الولايات الست المتأرجحة بفارق نحو 31,000 صوت من أصل 25.5 مليون صوت أدلى بها في تلك الولايات. أما هذا العام لا يبدو الوضع مبشرا لجو بايدن في الحقيقة. فباستثناء ولاية ميشيغان يتقدم الرئيس الأمريكي السابق على الحالي في 5 ولايات من أصل الست المتأرجحة. حتى في ميشيغان باتت غير مضمونة لبايدن اليوم وسط الغضب الأمريكي العام وخاصة من ذوي الأصول العربية والمسلمة. فهي بالفعل ميشيغان الولاية ذات النسبة الأعلى من ذوي الأصول العربية، 2.11% من سكانها أصولهم عربية. هناك أيضا ولاية سابعة قد تنضم للولايات المتأرجحة هذا العام، حيث تبدو النتائج متقاربة للغاية فيها بحسب استطلاعات الرأي، وهي ولاية نورث كارولينا، وهي أيضا تميل ناحية ترامب، كما أنها الوحيدة التي غلب عليها اللون الأحمر قبل 4 أعوام.